إكسبو تيك هو الحدث التكنولوجي الأبرز الذي يعقد سنوياً في الضفة وغزة بشكل مشترك، وهذه التظاهرة التقنية التي يشارك فيها المختصين ويشارك فيها الخبراء وذوي العلاقة، يعتبر محط أنظار جميع ذوي العلاقة المعنيين بالتقدم والتطور التكنولوجي. وطبعاً تعقد برعاية من وزارة الاتصالات وأيضاً بتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا والجهات الراعية. هذه الفعالية فعالية تتناول التوجهات الحديثة وأبرز القضايا التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية. وعنواننا الأبرز في هذا العام هو الرقمنة والخدمات الإلكترونية. طبعاً دور الوزارة مهم وأساسي، دور سنوي في هذه الفعالية، في من حيث رعايتنا لهذه الفعالية والمشاركة سواء كان في الكلمة الافتتاحية أو في المؤتمرات والجلسات الحوارية، وأيضاً في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الفعالية. نحن من جانبنا ندعو جميع المختصين والخبراء وذوي العلاقة من مؤسسات أكاديمية وقطاع خاص وقطاع عام للمشاركة الفاعلة والحضور المفيد في جلسات وفعاليات هذا المؤتمر.